السلام عليكم. اها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من فلوق جديد وياكم احمد الفريدي. اذا اول مره تشوف القناه فلا تنسوا تشترك جوا بالقناه وتخلينا اللايك جوا. واليوم موضوعنا هذا التمثال الموجود بتقسيم المحلي اعرف قصته، ودائما بس تشوفوه تاخذون يمه صور، فاليوم جاي اشرح لكم اياه. بداية يا جماعة، هذا النصب التذكاري الموجود بتقسيم هو نصب تذكاري جمهوري بنى من تقريبا من 1928، بنى الفنان الإيطالي بيترو. هو نحات أصلا إيطالي ومبنى بروما، هذا ما بنى بتركيا أصلا يعني. وكل وجه من هاي الوجوه اللي هنانا، يعني من كل زاوية من هاي الزوايا اللي هنانا تحكي لها قصة. ومن هذا الوجه نشوف أتاتورك هو لابس زي العسكري، هذا معناها أنه تدل على الحرب اللي صارت من تأسست الدولة، أوكي، اللي صارت ب 1918. الله أكبر الله أكبر. ومن هاي الزاوية نشوف أتاتورك وأصدقاء، طبعا ذولا موجودين بالتمثال كلهم مو شخصيات عشوائية، أكيد هذولا شخصيات كانوا وياه بالجيش. هنا لابسين اللبس المدني يدل على استقلال الدولة. ومن هاي الزاوية والمقابلها نشوف جنود عاديين شايلين العلم على صدرهم، اوكي، وهذا يدل على بصالة الجيش التركي او الجيش اتاتورك بذاك الوقت. يعني انتم مثل ما تعرفون يا جماعه انه الاتراك بصوره عامه انه رب التباهي بالتاريخ مالتهم. هذا شيء كلش حلو بالنسبه لثقافتهم، لان حلو من شعبك انه يشوفها متباهي بدولتك ومتباهي بتاريخها. وراح اشوفكم هنا شغله ثانيه جت قدامي هسه، هذا اللحظه هاي اللي انقالت باللحظه اللي اعلنت بها تركيا دوله مستقله هنا، اوكي. من تجون تقرون، اذا تعرفون تقرون انجليزي فتقدرون تقروها اكيد يعني. اما هذا التمثال فهو موجود من سنه 1928، وجابوه من روما، جابوه بالباخره، جابوه على تركيا. يعني قلت لكم ان النحات ما كان ايطالي، فاول ما سووه بروما، اوكي، وبعدين جابوه بالباخره على تركيا. وطبعا ارتفاعه اكثر من 11 متر والوزن مات تقريبا 12 طن موجود، انه هذا 12 طن، تخيل يوقع على راسك اخ. وبالمناسبه هاي المنطقه هنا كانت هي منطقه توزيع المي على كل اسطنبول. هنا جوا هذا البرج تماما، يعني هذا السنتر مال الميدان مال تقسيم، فمن هنا كانوا يوزعون المي على كل اسطنبول. باعتبار ان تقسيم هي كانت توزع المي على كل اسطنبول، لهذا سمى التقسيم، يعني سموها تقسيم لان من هنا يتقسم المي على كل اسطنبول، اوكي. وخزان المي الرئيسي كان هنا جوا هذا التمثال، وهي تقسيم بصوره عامه بس الرئيسي كان هنا جوا هذا التمثال. اما عن مدة بناء هذا التمثال فاستغرق سنتين ونص، يلا كملوا بناء، يعني سنتين ونص ينحتون بهذا التمثال شوية هنا. وجابوه صار حلو هنا، العالم قاموا تجي تاخذ صور وتقسيم وما ادري شنو هاي السوالف، وكل متمحمة تلقاه هنا قاعد تاخذ صور. لهنا انا حبايب قلبي ينتهي هذا الفلوج، ان شاء الله استفدتوا من المعلومات، بس حبيت اشرح لكم هذا التمثال تاخذون يمه صور كل ما تجون التركي وتعرفون عنه اكثر شوي. اذا وصلت هاي المرحله مو مشترك بالقناه، يا ريت تشترك جوا بالقناه وتخلي لنا لايك وتعليقك الحلو، واكتب لنا شو وقت راح تجي هنا وتعرف وتشرح وشنو تعرف عن هذا التمثال اصلا يعني. فلهنا انا اقول لكم دمتم سالمين ومع السلامه، باي باي.